حلقة جديدة من القاهرة تأتيكم دايما على شاشة النيل بأهم وأبرز الموضوعات، وهنبدأ على طول بأهم الأحداث على الساحة المصرية على مدار اليوم. النهاردة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعتت خطاب رسمي لجميع المديريات التعليمية. من خلال الخطابات دي أعلنت فيه أنه في إطار جهود الوزارة لرفع المستوى المعيشي للمعلمين، ومنهم معلمه وموجهه رياض الأطفال، وكمان معلمه وموجهه الصف الأول الابتدائي. الوزارة أو وزارة المالية قامت بتعزيز بند الأجور وكمان المرتبات بموازنات مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، وده للعام المالي 2019-2020 بمبلغ وصل ل 200 مليون جنيه. أشارت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإجراء جاء لتدعيم منظومة التعليم الجديد على الفترة من 1 أكتوبر 2019 لحد 30 يونيو 2020، على أن يتم النظر في تدبير احتياجات المديريات في ضوء موقف التنفيذي الفعلي للباب الأول بموازنة تلك المديريات للعام المالي الحالي. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت السيطرة على حريق بقطار في الغربية. الهيئة طلعت بيان النهاردة قالت فيه إنه بعد وصول قطار 539 بالجرار رقم 2135 ركاب القاهرة من نوف كفر الزيات، بعد ما وصل محطة كفر الزيات الساعة 11 وتقريبا 25 دقيقة وبعد نزول جميع الركاب على الرصيف بسلام، وأصبح القطار فارغ تماما. أثناء تدوير الجرار للقيام بالقطار 850 المقرر قيامه الساعة 5:15 تقريبا، تلاحظ لناظر المحطة تصاعد أدخنة من سقف العربة الأخيرة من القطار، وده نتيجة لحريق محدود في العربة دي. أضاف البيان أنه على الفور تم اتخاذ كافة التدابير الخاصة باستخدام خراطيم الإطفاء الموجودة في المحطة وكمان طفايات الحريق ومساعدة مطافي البلدية. تم إخماد الحريق الحمد لله نهائيا، وتحرر بذلك محضر شرطة في نقطة شرطة سكك حديد كفر الشيخ كفر الزيات. تقرير قطاع تطوير الري قال انه اللي تم انجازه من اعمال تطوير الري حوالي 11864 فدان، وده باستثمارات قدرت بحوالي 205 مليون جنيه، وده خلال عام 2019. التقرير قال كمان انه مشروعات تطوير الري بتهدف الى تعظيم العائد من وحده المياه وزياده الانتاج الزراعي ودخل المزارع وتحقيق عداله توزيع للمياه بين المنتفعين، وكمان توفير الطاقه المستخدمه في رفع المياه واستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد في عملية الري، وكمان زيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكل روابط خاصة بمستخدمي المياه للمشاركة في إدارة المياه. شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدأت في تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير، وده ضمن خطة يمكن اللي بيفوتوا جنب ميدان التحرير شايفين خطة تطوير ميدان التحرير، وبيتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية. ده بيأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القاهرة الخدوية وتوجيه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير اللي بيعد أشهر الميادين في مصر عشان يكون مزار ضمن المزارات الأثرية وكمان السياحية. الشركة قامت وفق تكليف من مجلس الوزراء بالبدء في أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنارة الميدان بتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الخارجية الخاصة بالمتحف المصري المقابل لميدان التحرير، وكمان الحديقة الخاصة بالمتحف، وكمان وحدات الإضاءة الخاصة بالميدان والمسلة. المقرر أن تنضم المرحلة الثانية توريد وتركيب وحدات الإضاءة الجمالية ده لواجهات العقارات المطلة على ميدان التحرير، ويتم تمويل لمشروع الإنارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. طيب، حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة قال إن الغرفة نجحت في استرداد أموال العديد من الشركات المنصوب عليها في الخارج واللي بتصل لأكثر من 29 مليون جنيه، وأضاف كمان في تصريحات صحفية النهاردة إن الشركات العالمية أصبحت ملتزمة بتنفيذ جميع التعاقدات مع الشركات المصرية، لعلمها إن الشركات المصرية لديهم حارس يستطيع الحفاظ على حقوقهم
مشيرا إلى عودة تصاريح الرحلات للعمل من جديد تقضي على ظاهرة السمسرة بنهاية عام 2020. ده بيجي يعني الإجراء ده بيجي بعد إقرار لائحة التنظيم الخاصة بالتصاريح واللي تم تطبيقه بمدينة الغردقة وشرم الشيخ والأقصر. أوضح كمان أن الغرفة حققت إنجازات ضخمة خاصة بعد استحداث لجنة لفض المنازعات بين الشركات السياحية اللي نجحت في فض 182 منازعة دون اللجوء إلى القضاء وتوفير العديد من المصاريف في المحاكم اللي بتنتج عن القضايا وغيرها من اللجان الخارجية. مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية قال إنه قيام الفصائل المسلحة السورية المدعومة من تركيا بافتتاح مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا دعما لميليشيات طرابلس بيضع المنطقة أمام موجة إرهاب جديدة كالتي أصابت سوريا بعد الدعم التركي لتلك المجموعات الإرهابية. المرصد أضاف أن تركيا بتعمل على إرسال تلك المجموعات الإرهابية لليبيا حتى لا تتكبد خسائر في صفوف جنودها، ده نظرا لكون التدخل التركي العسكري اللي بيسعى إليه رجب طيب أردوغان تم رفضه بشكل قاطع من المعارضة التركية اللي بتسعى إلى عرقلة مساعي الداعمة للإرهاب. المرصد أضاف أن الفصائل الإرهابية السورية الموالية لتركيا بتحث عناصر تلك الفصائل على الالتحاق بالميليشيات في طرابلس وبتقدم لهم مغريات ورواتب مجزية بتتراوح ما بين 1800 و2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا. نروح لمرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية اللي استنكر بشدة دعوة البرلماني الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمسلمين لعقد مسابقة عمل مسابقة دولية أو دعا إلى مسابقة دولية لرسوم كاريكاتيرية حوالين النبي عليه الصلاة والسلام معتبرا أنه الخطوة دي طبعا بتمثل استفزاز كبير جدا لمشاعر المسلمين سواء في هولندا أو خارج هولندا ومن شأنها أنها تشعل اضطرابات وصدمات وبتغذي مشاعر الكراهية وكمان التمييز بتصب طبعا في نهاية الأمر في صالح الجماعات المتطرفة والتيارات الإرهابية. مرصد الإسلاموفوبيا أكد أن احترام المقدسات الدينية بشكل عام لا يمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير بل أنه احترام تلك المقدسات وكمان الرموز الدينية بيعد أحد أهم حقوق الأمم والشعوب ومن واجب الحكومات وكمان النظم في مختلف بقاع العالم الحرص على أن تظل تلك المقدسات بعيدة كل البعد عن الانتهاكات أو التشويه المتعمد. المرصد شدد أنه هذه الدعوات العنصرية لا تؤمن بالتنوع أو التعايش طبعاً المشترك أو التجاور بين الأديان والحضارات وبترفض أسس المجتمعات الحديثة وقيمها القائمة على المواطنة واحترام الآخر. معنا هاتفياً الأستاذ محمد عادل الباحث بمرصد الفتاوى التكفيرية. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور يا فندم وحضرتك كل السادة المشاهدين. طيب الدعوات العنصرية واختباط الكراهية قد إيه هي بتشكل أرضية خصبة للتطرف وبتشجع الجماعات التكفيرية في إن هي تشرع في عمليات إرهابية أو في أعمال متطرفة؟ هو طبعا يعني فيما يتعلق بالدعوات العنصرية التي تظهر من وقت لآخر ضد المسلمين في المجتمعات الغربية هي بتعتبر أداة جذب أساسية للجماعات الإرهابية في استخدامها بهدف التجنيد من جهة والحث على تنفيذ عمليات إرهابية في المجتمعات الغربية نفسها، فبالتالي التصعيد القائم من قبل الجماعات اليمينية والتصعيد المقابل لهم من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية كداعش أو غيرها هو يدفع ثمنه في نهاية الأمر الأبرياء من الطرفين يعني. فبالتالي فكرة الإسلاموفوبيا والتي تعرف بالخوف من الإسلام والمسلمين هي وسيلة لشن عمليات أو شن تعريض ضد المسلمين في المجتمعات الغربية تقوم التنظيمات الإرهابية على المقابل باستخدامها بهدف تنفيذ عمليات إرهابية. يمكن لدينا أيضا حادثة شهيرة يعني تمت بناء على هذه القاعدة
حادثة سريلانكا اللي قام بها تنظيم يعرف به تنظيم داعش، إن يعني نفذ هذه العملية كطبعا رد على حادثة نيوزيلندا التي قام بها يميني متطرف ضد مجموعة من المسلمين هناك، والتي أدت إلى استشهاد ما يقارب من 50 طبعا مسلم في هذه الحادثة. العنف طبعا بيشجع العنف على الصعيدين. طيب هو فيلدرز بيقول ان المسابقه دي هتتعمل داخل البرلمان الهولندي. اولا يعني ده حقيقه ممكن البرلمان الهولندي يسمح بمسابقه من شانها ان هي تأجج مشاعر المسلمين، ملايين المسلمين على مستوى العالم؟ لا طبعا، اعتقد ان البرلمان الهولندي سيقوم بطبعا رفض هذه الدعوه مثلما دعا لها في العام الماضي. دعا ليه طبعا تنظيم مسابقه مثل هذه المسابقه داخل البرلمان، ولكن تم رفضها بسبب طبعا ان البرلمان الهولندي يعلم تمام العلم ان هذه الدعوه سوف تؤدي الى حدوث انتقادات للحكومه الهولنديه، وسوف تضع المجتمع الهولندي ذاته في انتقاد عالمي من قبل ما يقارب من مليار ونصف المليار طبعا مسلم. ايضا الحكومه الهولنديه تعلم تمام العلم ان الميثاق العالمي لحقوق الانسان، وتحديدا في الفقره الثانيه من الماده 20 من الميثاق، طبعا بتلزم كافه الدول الموقعه على هذا الميثاق باحترام حريه المعتقدات، وبالتالي اي مساس باي معتقد ايا كان هو بمثابة رفض دولي لمثل هذه الممارسات. هذه النقطة. النقطة الثانية أن حزب الحرية الذي يترأسه خيرت فيلدرز هو من الأحزاب اليمينية كما هو معروف، ويحتل المرتبة الثانية في البرلمان الهولندي بعد طبعا الأحزاب الرئيسية، إلا أنه في مجلس الشيوخ لديه 4 مقاعد فقط من اصل 75 طبعا مقعد. كما ان خيرت فيلدرز نفسه معروف عنه في طبعا الاوساط الهولنديه بانه من اكثر الشخصيات التي تثير علامات استفهام كثيره بسبب طبعا يعني الممارسات التي يقوم بها. وسبق له طبعا ان تم يعني محاكمته في عام 2011 وعام 2016 بسبب مثل هذه الدعوات والانتهاكات. المجتمعات الأوروبية إلى أي مدى لديها الوعي والدراية بعد تكرار حوادث إرهابية مختلفة، سواء من اليمين المتطرف أو من الجماعات الإرهابية؟ إلى أي مدى عندهم دراية بخطورة هكذا مسابقة حتى لو ما تمتش أو تمت خارج البرلمان؟ هي المجتمعات الغربية عموما يعني لديها اعتقاد تام بان مثل هذه الدعوات بتغذي العنف من الطرفين. لكن الاشكاليه الكبرى في تصاعد الاسلاموفوبيا بشكل عام في الفتره الاخيره هو ان هناك من يحاول ان يربط ظاهره الاسلاموفوبيا بتفوق العرق الابيض على ما دونه، وهذا الخطاب يمكن تصاعد بشكل كبير من بعد 2015 في اغلب الدول الاوروبيه، ويمكن كلنا شاهدنا الانتخابات اللي شهدها البرلمان الاوروبي، وكان في هناك تصاعد لبعض الاحزاب يعني اليمينيه في طبعا بعض الدول الاوروبيه. الاشكاليه هنا هو اشكاليه يمكن ثقافيه وليست اشكاليه قانونيه. الدول الاوروبيه بتحاول ان تضع قوانين تعارض مثل هذه التصرفات وتتصدى لها، ولكن الاشكاليه في الخطاب نفسه، ان الخطاب هناك بيجد رواجا من قبل اصحاب هذه الافكار، ويستطيعون من خلاله ان هم يعني يستقطبوا كثير من المؤيدين لهذه الدعوات. وهناك تقارير حكوميه في اغلب الدول الاوروبيه من بينها طبعا هولندا، يمكن تحدث تقارير حكومي صدر في العام الماضي عن تصاعد بشكل كبير، عن تصاعد الخطاب اليميني من عام 2015 الى وقتنا الحالي، الى وقت صدور هذا التقرير عفوا، ان هناك تصاعد في الخطاب اليميني، وان هذا الخطاب موجه بشكل اساسي ضد المسلمين، بل ان هناك يمكن كتابات اخرى تحدثت عن استهداف المساجد بشكل اساسي داخل هولندا تحديدا. ويمكن توصلت هذه الكتابات الى ان هناك 25 اعتداء يتم كل عام على مساجد داخل طبعا هولندا. طب يعني سريعا كده سؤال اخير، السنه اللي فاتت لما تمت الدعوه بنفس الشكل وبنفس الطريقه
المسابقه ما اتعملتش، وده نتيجه الضغوط اللي قامت بيها الجاليات المسلمه من مظاهرات وخلافه. ممكن نتوقع نفس الامر في الدعوه الجديده؟ طبعا بكل تاكيد، يعني سيكون هناك انتقاد كبير من قبل المسلمين والدول العربيه والاسلاميه لمثل هذه الدعوات. راينا العام الماضي طبعا مصر كانت على راس هذه الدول، وايضا يمكن وزير الخارجيه الهولندي نفسه تقدم باعتذار رسمي الى وزير الخارجيه المصري على هذه الدعوه. راينا ايضا منظمه التعاون الاسلامي، وهي منظمه بتضم وهي تعتبر مظله لكافه الدول العربيه والاسلاميه، كانت من المنظمات التي انتقدت هذه الواقعة. باكستان خرجت فيها مظاهرات حارمة في ذلك الوقت يعني التنديد بهذه الدعوة. أيضا الدولة المصرية كان لها طبعا موقف كبير العام الماضي، واستمرت عليه هذا العام في التصدي لمثل هذه الدعوات التي تظهر من وقت لآخر. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عادل، الباحث بمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة. وأروح للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسياسكو، اللي سجلت 132 موقع تاريخي على قائمة التراث في العالم الإسلامي لعام 2019، وده على ثلاث مستويات تسجيل. في بيان خرج عن منظمة الإسياسكو النهاردة قال إن مستويات التسجيل هي القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي والقائمة التمهيدية للتراث في العالم الإسلامي، وكمان أو ده المستوى الثالث قائمة التراث المهدد بالخطر في العالم الإسلامي. ضمت القوائم اللي اعتمدتها لجنة التراث في العالم الإسلامي خلال اجتماعها الاستثنائي في مقر الإسياسكو بالرباط في 2 و3 ديسمبر، نفس الشهر ده اللي احنا فيه. والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإسياسكو كان أعلن خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي ال11 في 17 ديسمبر عن نجاح الإسياسكو في تخطي عدد مواقع التراث في العالم الإسلامي اللي كانت بتستهدف تسجيلها بنهاية العام الجاري. طيب احنا خلصنا متابعتنا الإخبارية، بعد قليل هنتناقش مع حضراتكم في بعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد المصري، ازاي مصر تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بعد سنوات كان عندنا فيها عجز في الموازنة، ازاي كمان استطاعت مصر خلال عام 2019 تحقيق ثالث أفضل أداء اقتصادي أو معدل نمو اقتصادي ده على مستوى العالم. الجنيه المصري كمان إزاي أداؤه كان إيجابي لدرجة إن هو احتل المركز الثاني كأفضل العملات على مستوى العالم أداء. لكن بعد الفاصل إحنا عندنا موضوع مهم جدا جدا جدا، تطوير العشوائيات أو المناطق العشوائية، ده مشروع كبير جدا جدا لأنه عدد المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية كبير، ونقل المجتمعات اللي كانت بتعيش وتقطن هذه المناطق إلى أماكن تانية، وإيجاد كمان نشاط اقتصادي ليهم وحياة آمنة، ده موضوع كبير جدا هنتكلم عليه تفصيليا إيه اللي حصل تحديدا في هذا الملف عام 2019، لكن بعد الفاصل.